وانا صغير وانا اسمع ان الانجيل محرف، ولو سالت اي مسلم في الشارع عن التوراه والانجيل حتما سيقول لك انه يؤمن بهما ولكن تعرض للتحريف. كل الكتب السابقه للقران في نظرهم تعرضت للتحريف الا القران. المسيحيون الذين يعيشون في الشرق الاوسط سمعوا هذه التهمه تردد على مسامعهم طول ال 1400 سنه. خلونا نسمع راي بعض المسيحيين حين سالناهم عن الاتهام الموجه للانجيل نسمع ونشوف ونعود الدليل انه مش محرف لان هو مفيش, مفيش مفيش نسخه للانجيل الاصلي اللي اتحرف منه ومفيش دليل بالتحريف آه وثالث حاجة لأنه اتكتب على على مدار على عصور كثيرة وكتاب مختلفين مش كاتب واحد هو اللي كتبه فلو كان اتحرف في أي في أي عصر من العصور دي كان هيطلع نسخة من من ال من العصور التانية بتقول إن لا ده ده عندنا الأصلي وأنتوا لا أنتوا محرفينه كلام الله لا تجد فيه تغيير ولا تبديل يقول من 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 ينقص منه من هذا الكتاب ينقص الله ويحذف الله اسمه من سفر الحياه ويقول كده الى ان تزول السماوات والارض لن يزول حرف او نقطه من كلامي وعندي اسئله للي بيقول الكلام الله محرف ايه امتى تحرف ومين حرفه ولماذا يعني في اعتقادي لا لانه مين اللي حرف وحرف ليه لانه هو كتب عده ازمنه مختلفه أه فكتب في 1600 سنه أه فمعتقدش اعتقدش ان كل الناس اتفقت في ألف 1600 سنه على نفس الحاجه أه مين اللي حرفه أه اللي كان أه اللي شكله وحش يعني في الكتاب المقدس طول الوقت هم اليهود أه فما اعتقدش وهم اللي كانوا مسؤولين عن ان هم يدونوا الحاجات ديت فمعتقدش اعتقدش ان هم كانوا هم اللي بيدونوا وهيبقى شك يعني هيبقى شكلهم أه وحش العهد القديم اليهود موجودين لغايه النهارده والمخطوطات الاصليه لسه موجوده ولو كان فعلا اتحرف كان هم اول ناس قالوا انه الكتاب مش صحيح في ادله بتقول ان في اصول موجوده لغايه النهارده للعهد القديم طيب العهد الجديد في 12 تلميذ ال 12 تلميذ دول كل واحد فيهم اللي اللي اتصلب واللي 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 اتاذى وان هم كانوا بيبشروا للمسيح ما كانش بشيء بالسهل فمش معقول هيكونوا بيوصلوا للمرحله دي علشان اكذوبة ولغايه النهارده في معجزات بتتحصل وان الناس بت... لما بتقرا كتاب مقدس بتتغير الاجوبه جميله ونحن هنا سنلخص ونبسط قدر الامكان اولا خلونا نطرح السؤال هل الانجيل محرف اي ادعاء هو غير صحيح الى ان يثبت، يعني الذي يتهم الانجيل بالتحريف هو الذي عليه ان يقدم الدليل، البينه على المدعي، وكل ما كان الادعاء كبير كل ما كان ينبغي ان يكون الدليل لا يقبل مجالا للشك، فهل المسلمون اتهموا الانجيل بالتحريف بعدما فحصوه حصلوا على الادله ام العكس؟ اتهموه بعد ذلك بداوا في محاوله جمع الادله انا شخصيا اعتقد ان العكس هو الذي حصل يعني المسلمون وجهوا الاتهام للانجيل قبل ان يطلعوا عليه وقبل ان يفحصوه وقبل ان يقرؤوا وقبل ان يعرفوا عنه اي شيء اتهموه وصاروا يطلبوا المسيحيين باثبات العكس وهذه تسمى مغالطة عبء الإثبات يعني أنا أتهمك دون دليل وأطلب منك تنفي التهمة وهذا شيء غير مقبول مرفوض تماما السؤال الأول ما هو الدليل الأول الذي اعتمد عليه المسلمون في توجيه الاتهام للمسيحيين إزاي تحرف الإنجيل الدليل عندهم هو اتهام القرآن القرآن اتهم المسيحيين واليهود بالتحريف في نظرهم المسلمون لم يقرأوا الإنجيل أولا فمحمد لم يقرأ الإنجيل لم يفحصه ولا الصحابة الصحابة فحصوش أو قرأوا ثم خلصوا إلى النتيجة هم اتهموا أولا بناء على الآيات القرآنية المشكلة أن الآيات القرآنية لما تفحصها لن تجدها في اي مناسبه اي مناسبه قد صرحت تصريحا لا يقبل التاويل بلفظ صريح ان الانجيل او التوراه تعرض للتحريف كل ما نجده هو اتهامات لبعض اليهود ولبعض اهل الكتاب في عصر محدد كانوا يتلاعبون بالتاويل او يتلاعبون بالالفاظ بالسنتهم او يكتبون قراطيس فيها اي كلام وبيعوها لبعض العرب الاميين على اساس انها نسخ فيها كلام من التوراه وهذا لا علاقه له لا من بعيد ولا من قريب بتحريف الكتاب المقدس ما فيش اي ايه صريحه تقول اليهود حرفوا كتبهم او المسيحيون حرفوا انجيلهم اذن الدليل الاول ما الغريب الغريب ان في نفس الوقت نجد في القران دلائل واضحه ان الكتاب مقدس كتاب صحيح يوافق عليه القران مثلا القران يسمي المسيحيين واليهود اهل الكتاب ورد هذا المصطلح 31 مره في القران طيب اذا كان كتابهم محرف لماذا سماهم اهل الكتاب يعني اهل الكتاب المقدس لو كان محرف كان ينبغي ان يقول لهم محرف الكتاب مش اهل الكتاب. تسميتهم باهل الكتاب اعتراف ضمني بصحه الكتاب انه هو الكتاب بالالف واللام الكتاب الصحيح وهم اهله لانهم لا زالوا محافظين عليه. اثنين القرآن تحدث عن تصديق محمد بالكتاب المقدس الذي مع اليهود والنصارى حيث يقول مثلا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم فهل من المعقول ان يصدق محمد لما مع اهل الكتاب وهو محرف؟ هل يصدق المحرف؟ يتكرر هذا الكلام في مكان اخر حيث يقول وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم يطلب القرآن هنا من اليهود والمسيحيين الإيمان به لانه مصدق لما معهم إذن هو يؤكد ما معهم فهل القرآن مصدق لما مع اليهود والمسيحيين من التحريف الآن نأتي إلي الأدلة التي لدي المسيحيين على أن الكتاب المقدس غير محرف وان اتهام المسلمين باطل باطل من الاساس واحد في وقت محمد في القرن السابع الهجري آه السابع الميلادي عفوا كان الكتاب المقدس قد وصل كل انحاء العالم المعروف انذاك كان في اوروبا وفي العراق وفي ارض الشام وفي شمال افريقيا وترجم الى لغات كثيره انذاك كان موجود باليوناني والسرياني واللغه القبطيه واللغه العبريه واللغه اللاتينيه واللغه الحبشيه بل وحتى بالعربيه. لو حصل التحريف في عصر محمد او حتى قبل محمد ببضعه قرون كان المفروض ان تتفق كل تلك الطوائف والترجمات على اختلافها على تحريف الانجيل. أن يجتمعوا مثلا ويتوافقوا ويقرروا تحريف كتبهم جميعا ثم يجمعوا النسخ الأخرى ويتلفوها ويبقوا فقط على النسخ المحرفة وهذا طبعا مستحيل اثنين لدى المسيحيين حوالي 24 ألف مخطوطة قديمة من الكتاب المقدس المطابقة لما لدينا اليوم من آيات الكتاب المقدس لا يوجد كتاب واحد في التاريخ لديه هذا الكم الهائل من المخطوطات القديمه بعض بقايا ورق البردي تعود الى ما بين 100 150 ميلاديه وهناك برديات كثيره تنتمي للقرن الثاني والثالث الميلادي بل فوق هذا كله هناك ترجمات قديمه جدا للتوراه مثل الترجمه السبعينيه التي تمت في القرن الثاني والثالث قبل الميلاد وهي موافقه للتوراه التي بين ايدينا اليوم. كل هذا يعطينا فكره ان المسيحيين واليهود حافظوا على كتبهم بادق العنايه والتفاصيل. ليه؟ لانهم يعتبرونها كلام الرب. اضف على هذا اقتباسات اباء الكنيسه الاوائل من الكتاب المقدس لا تعد ولا تحصى بحيث يمكننا تجميع الانجيل كله من اقتباساتهم وهي باقيه الى اليوم. فوق هذا كله عندي بعض الاسئله الى المسلمين الذين يتهمون المسيحيين بتحريف كتابهم. كيف يسمح الله بتحريف كل كتبه السابقة ولا يسمح بتحريف القرآن هل الله عنده كلام أي كلام وعنده كلام يستحق الحفظ والعناية عنده تحيز مثلا في كلامه غير معقول سؤال اخر كيف حرف المسيحيون كلام الله ولديهم اشياء في المسيحية جميلة مثل أحبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم هل كانت مثلا ابغضوا اعداءكم وحرفوها خلوها احبوا اعداءكم ايهما اسهل كيف حرف المسيحيون كلام الله وهم كانوا يموتون شهداء في سبيل ايمانهم اتباع المسيح من الجيل الاول والجيل الثاني مات الكثير منهم شهداء ليه لانهم رفضوا التخلي عن ايمانهم بولس الرسول مات شهيد في سبيل ايمانه. اباء الكنيسه الاوائل مثل بوليكاربوس فضلوا الموت عن التخلي عن ايمانهم. جاستن الشهيد مات شهيد كما نعرف من اسمه في سبيل ايمانه. هل هؤلاء كانوا قبلوا ان يحرفوا كلام الله وهم قدموا حياتهم في سبيل الايمان به؟ عيب وعار ان يتهم هؤلاء بالتحريف. فالمحرف لا يموت من اجل شيء يعلم انه محرف خلاصه القول الانجيل والتوراه لم يتعرضا للتحريف لان المسيحين واليهود قدسا تلك الكتب واعتبروها كلام الله واتهام المسلمين باطل لا يستند على اي دليل او حجه واضحه قاطعه ومخطوطات المسيحيين لا زالت شاهده على ان ما امن به مسيحي القرن الاول هو ما يؤمن به مسيحي اليوم حلقتنا انتهت وطبعا اطلب منكم تشوفوا الحلقه وتعلقوا عليها ولايك وشير والقاكم بالف خير